رهانات وتحديات الاستدامة بالمجالات الترابية، شعار المناظرة الجهوية المنعقدة اليوم بالراشدية بجهة درعة فيلالت. مناظرة تروم مقاربة موضوعات التنمية المستدامة التي توجد في صلب اهتمامات كل الجهات والسهر على ضمان تقاطعها مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية الجديدة. اللقاء الجهوي يعد مناسبة مواتية لتحليل الواقع والوقوف عند الرهانات الأساسية ذات الأولوية بالجهة، وذلك من أجل إرساء أسس الحكامة الرشيدة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية مستدامة شاملة ومتوازنة. أشغال المناظرات الجهوية للتنمية المستدامة نعتبرها اليوم من المحطات الهامة لبلادنا، لكونها ستساهم لا محالة في تعبئة كل الجهات حول هدف إرساء أسس تنمية جهوية أكثر استدامة. القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أثره الله، كان هناك انخراط والتزام في كل البرامج مع مراعاة التنمية المستدامة والتي تشمل كل مناحي هذه التنمية من بيئة وبشر وحجر. وتفتخر هذه الجهة بالإضافة إلى كونها مهد الدولة العلوية بأنها تعطي دروسا في هذه التنمية المستدامة في محيط صحراوي يتصف بندرة المياه وبالتصحر. ورغم ذلك فإن ساكنة هذه الجهة عبرت عن قدرتها على التأقلم مع التحولات المناخية. الهدف الأول ديالنا وسيدنا الله ينصرو، كتشوفوا التتبع ديالو والرعاية ديالو الجهوية المتقدمة كيعطي أولوية ديال هاد القضية ديال المشاريع والاستدامة ديالها والحفاظ على البيئة. فمني كنشوفوا الجهة ديالنا، حنا جهة رائدة في هذا الميدان، بحيث أن الجهة أول حاجة قمنا بها وهو إعداد برنامج نموي جهوي للجميع، وكنشكرهم من المنبر ساهمتوا فيه واللي بدينا التنزيل ديالو واللي خدا بعين الاعتبار ركائز الأولى هي القضية ديال التنمية المستدامة على صعيد الجهة. باش نحافظوا على أرضنا وماءنا وكل الموارد الطبيعية ديالنا، نخلقوا اقتصاد قوي لكي يوفر فرص شغل كافية لشبابنا. المناظرة الجهوية بدرعة فيلالت تشكل محطة مهمة لتعبئة كل الفعاليات سواء على المستوى المركزي أو الترابي، والتي من شأنها أن تمكن كل مواطن ومواطنة من المساهمة في إعداد السياسة العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل مشترك. المناظرة غادي يشاركوا فيها مختلف الفاعلين والشركاء المحليين والجهويين وفق مقاربة تشاورية بين مختلف الأطراف المهنية من منتخبون، مصالح خارجية، غرف مهنية، مجتمع مدني وقطاع خاص وما إلى غير ذلك. من بين الأهداف الرئيسية ديال هذه المناظرة، أولا هو استقال الآراء ديال جميع المشاركين من أجل أولا تحديد خصوصيات ومؤهلات الجهة في مختلف المجالات السوسيو اقتصادية، ثانيا تحديد الإكراهات والتحديات التي تواجه التنمية على المستوى الجهوي، ثم ثالثا وبناء على هذه الإكراهات والمؤهلات التي تزخر بها الجهات يتم اقتراح مجموعة من المقترحات من أجل بطبيعة الحال تحديد الرهانات والأولويات التنمية المستدامة على المستوى الجهوي. جهة درعة فيلالت كتعيش واحد الحدث جد مهم، ألا هو المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة. وهذا اللقاء حاضر فيه جميع تقريبا المنتخبون ديال الجهة، أطر مسؤولين ديال القطاعات الحكومية، السيد الوالي والسادة العمال وجميع أطياف المجتمع المدني لجهة درعة فيلالت، للهدف منه وهو وضع رهن الوزارة اقتراحات عملية اللي يمكننا نغنيو بها هذه الاستراتيجية الجهوية. وحنا كجهة درعة فيلالت منخرطون في هذه الاستراتيجية من أجل إغنائها
وعندنا حاليا استراتيجيه ديال اللي كان اللي الجهه كتعتمد عليها هي البرنامج الجهوي التنموي اللي الاوراش ديالو بدات سوى الله الحمد كتستوطن، واللي الهدف ديالها كلها هي مشاريع مستدامه والحفاظ على البيئه. وعرفت المناظرة التي حضرها بوشعب يحضيه والي جهة درعة تافيلالت وممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وعدد من المنتخبين والفاعلين المحليين تنظيم ورشات عمل موضوعاتية حول موارد طبيعية متمنة ومحمية واقتصاد تنافسي ومجالات ترابية مستدامة والخدمات العمومية والتراث الثقافي. تميزات الورشات اكتلت بنقاش بناء ومتميز ومستفيد حول معظم القضايا والمواضيع ذات الأولوية بالتنمية الجهوية لهذه الجهة، حيث تم خلالها إبراز المؤهلات التي تصخب بها الجهة وتشخيص أهم الإكراهات والتحديات التي تواجهها، وكذا تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات ستساهم لا محالة في إغناء الصيغة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للمستدامة. إلى السدة العالية بالله أسمى عبارات الولاء والإخلاص والتشبث بأهداب العرش العلوي المجيد مع صادق الدعاء بدوام النصر والتمكين لمولانا أمير المؤمنين. مولاي صاحب الجلالة، لقد شكلت أشغال هذه المناظرة فرصة للمشاركين لاستحضار توجيهاتكم المولوية السامية المتضمنة في خطابي العرش لسنتي 2009 و2010 اللذان مهد الطريق لبناء أسس التنمية المستدامة وجعلها مشروعا مجتمعيا شاملا ومتكاملا، وكذا دستور المملكة الذي كرس الحق في التنمية المستدامة لكل مواطن ومواطنة.